انت جاي منين يا استاذ ايمن؟ هيكون منين يعني؟ الجزيره كلها قد كده، يا من هنا يا من هنا. صباح الورد عليكم. صباح الخير. نمت كويس امبارح؟ ها هيكون في يعني طبعا نمنا تمام. ايوه، هو كان في حاجه ولا ايه؟ لا ده موضوع تافه كده هون، بس انا اتصرفت، ما تشغلش بالك انت. وبعدين ما تحشرش مراخينك في كل حاجه. محشورش ايه؟ مراخينك. ايه مراخينك اللي بتشم بيها؟ اللي بشم بيها؟ مراخينك اللي بتشم بيها، انت صنجت؟ انت بتتكلمي هندي ولا اخترعت لغه جديده واحنا مش عارفين؟ ما علينا. ها يا جماعه، مين هيجي معانا الغابه عشان ندور على حاجه نكثف فيها؟ الله يخرب بيتك، نكثف فيها الميه. استاذ ايمن؟ مش انا، بس البلسم. ايوه، ولا انا. ايه يا جماعه، فين روح التعاون وروح الانتماء للجزيره اللي احنا فيها؟ ايه يا استاذ عتاب، قولي لهم العيله الواحده والكلام ده. بلسم باشا. ايوه، انا ممكن اجي معاك عيد. استني بس يا نانا، انت عايزك في حاجه كده خاصه بيني وبينك. يا راجل، وده وقته؟ على طول مستعجل كده. مش مستعجل ولا حاجه. لا ده هو تموت في حاجه اسمها ايه. انا مش فاهم، اخد اجراء ولا اعمل اكني تايه وخلاص؟ والله ما انا عارف، بس بقى اللي نفسي اعرفه سر انجذاب الستات اللي اسمه ايمن ده. تفتكري البرفان اللي بيحطه نوعه ايه؟ مش عارفه. ما علينا، يلا بينا احنا. ماشي. ايه ده ايه ده اللي ماشي؟ فين عربي؟ مستنينا. مستنينا فين؟ فين ناصية الجزيره يا بنتي؟ انا اللي بسالك مستنينا فين. ما انا مش بقولك سؤال، ديت معلومه. فين ناصية الجزيره؟ ايوه ده صيغه سؤال، فين ناصيه الجزيره بتساليني؟ ناصيه الجزيره اهي ناحيه دخله الغابه، مش عند اول نخله يمين، لا تاني نخله. عند اليوتيرن. انت هتستظرف يا استاذ. مش بحاول اهزر معاك كده عشان نعدي الايام اللي هنقضيها على خير. انا مش عارفه يعني، هو انت ليه حاطط نقرك من نقري وبتتمسخر مني طول الوقت كده؟ هو الله يكلمك المسخره يا نسعه. طب يعني في حاجه اسمها مراخينك يا استاذ؟ هتخلينا نتبع معاك الاسلوب بتاع صباح الخير يا خالي؟ انت في حالك وانا في حالي. بتقولي لخالك انت في حالك وانا في حالي؟ ايوه. ادم هيأذيني، امال يعني اسيبه يأذيني ويحشر مراخينه معايا في كل حياتي؟ تمام قوي كده، يلا بينا يا معلم. فرق كله تمام، نيمتهم تنييمه ما حصلتش بعد كده، لا من شاف ولا من شاف. براوة عليك ايمن. يلا بينا. فين ويلا بينا ازاي يا مؤاخذه؟ مش واخد بالك ولا يا معلم فرج؟ ما انا قايل لك قبل كده ان هيبقى معايا مرافق، عديها دي يرضيك يعني السفريه تطلع عليها بالخساره. لا ما يرضنيش طبعا الخساره. او ماي جاد، انت هتسيب مراتك الحامل وهتهرب مع دي؟ ما انت قلت الحامل، هو يعني انسانه شايله وتقيله وصعبه اهربها، لكن قلت انقذ اي انسان، اي بشر، اي روح يا اخوانا، اي روح فلقيتها قدامي قلت اساعدها. الله على قلبك الطيب. وانت يا اختي خليكي محضر خير، عندك كلمه حلوه قوليها، ما عندكيش حطي لسانك جوه بقك واكتمي. ايه ده؟ هو انت بتتكلم معايا كده ليه؟ وقعد بتغلب انت وقعد. لا 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 خلاص خلاص حلوين، ولا نسيبهم ونمشي احنا الاثنين لوحدنا؟ بقول لكم نسيبهم ونمشي. مراتي لو ظهرت دلوقتي لا انت هتهربي ولا انت هتهربي ولا المعلم فرج هيهرب ولا انا كمان. يلا حبيبتي منك لها، كل واحده تشيل من ناحيه. يلا عندك حق يا ايمن بيه، يلا شهيلهم بسرعه قبل ما حد يجي. يلا دي بومه والله، دي ممكن تطلع في اي لحظه، انا عارفاها الوليه دي. انت اللي بومه. بس يا بنت لمي نفسك. تقولي بنت انا مال اهلنا؟ يلا اهدى يا مستر فرج. قلت لك ما تجيبش حريم معانا. خلاص يا مستر فرج، العمليه كلها هتبوظ. يا جماعه بشرتي بقت اويلي قوي من الشمس، وكمان ده وفره تتكسر، يعني حرام والله كده حرام. حرام فعلا والله. والله تصدقي بقى انك صعبتي عليا، الجو فرهده قوي. دي ميس ايجيبت يا جماعه. ايوه صح. طب بصي امسكيها انت بقى لوحدك ماشي؟ انت هبله يا بت، ما تشتغلي بدل ما اقوم اجيبك من شعرك ولا حد وصل لك ان احنا الفلبينيين بتوعك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت فاكراني كيوت؟ ده انا بتيجي من الشلوم. يا قطه ما تسكر حريمك ايمن باشا بقى. احنا ليتنا ويابنا ده مش فايت. بدل ما الصوت يعلى ونتكسف. انت يا حفري اتجننت دي ولا ايه؟ ايه السؤال العجيب ده؟ اهدى 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 يا ايمن باشا. سيبني افهمك يا فندم. اهدى يا ايمن باشا. سيبني افهمها. انت عبيطه؟ ادي مركب وادي بحر، نبقى رايحين فين؟ رايحين نصطاد. يا سلام، رايحين تصطادوا من غير لا شبكه ولا سناري؟ ايوه رايحين نصطاد، رايحين نصطاد ومعانا سمكنا، ثم الرزق ده بتاع ربنا، لو ربنا رايد يرزقنا هيرزقنا. انتوا فاكريني عبيطه ولا ايه؟ انا عارفه انتوا رايحين فين. انتوا يا سيوس طالعين رحله القناطر ومش عايزين تقولوا لحد عشان تخلوا الجو لنفسيكوا، ها؟ وعشان تبقوا كابلز اتنينات اتنينات. صح، دي فراسه بهنيك عليها. فعلا احنا رايحين القناطر ورايحين كابلز،
بس للاسف التيكيتات خلصت، فاحنا هنروح نجيب لك تيكيتات ونرجع تاني. اللي معاك كام في التيكيتات؟ تيكيتات ايه يا حبيبي دي اللي تجيبها لي؟ لا يا بابا يا حبيبي، انا سعاده بتفهمني كل حاجه، وجايين لي ان احنا طالعين الرحله دي اكسكلوزيف، يعني الراجل دافع كل حاجه شاكي براك، وانا هاجي معاكم، ولو ما جيتش معاكم هفضحكم وهندهلكم الدور الجيد بتاع الرحله يبهدلكم. خلاص خلاص هتيجي معانا يا ايمن باشا؟ تيجي معانا فين يا فرج افندي؟ انت دافع الشاكب ده؟ انا شفت الراكب بس ما شفتش هي قالت ايه. لو ما جاتش معانا هتبلغ الطور بتاعها، ثم احنا محتاجين هلب، لو رسينا في حته نبقى نرميه، ده غير ان هي لو عملت مشاكل نبقى نعلق لها الرمانه. انت هتروحي معانا يا قشطه؟ ماشي، بس هتوروني باليخت دي الشعب المرجانيه اللي سعرب كان بيحكي لي عليها؟ طبعا، ده احنا هنوريها لك شعبه شعبه. يلا اركبي يا قشطه. حبيبي تسلم، لما ندهله بقى يا سعربي يا عربي يا عربي. خلصي اقنعه وهديك 15. خلصي، انت بتعددي بتندهي عليه في العالم الاخر، ما ينفعش يجي معانا عشان احنا معناش تيكيتات، فاحنا هنروح نجيب له التيكيتات ونرجع تاني. اللي مقاسه كان في التيكيتات؟ لا انا ماليش دعوه بلا مقاس وبلا بتاع، لازم يجي معايا عشان يمسك ايدي على اليخ. لا الكلام ده في تايتانيك، انما في القناطر هيقعدوا ياكلوا ويتاكلوا معاكم في الكلام. يلا يلا اركب يا قشطه. يلا يلا ماشي، استهدي بالله. ماشي يلا يلا يلا. طب غنوا معايا. يلا ماشي. رحله جميله الان. انتوا ما تغنوش معايا ليه؟ حاضر يلا قولي. يلا نغني. يلا رحله جميله في القناطر. القناطر رحله جميله. لا انا هندهله بقى يا عرب. تعالي يا وليه يا اخي ايه ده عربي. اقتلها اقتلها وحديك 20 جنيه. وبعدين يا بلسم باشا، احنا قدامنا قد ايه كده؟ هون على ما نوصل احسن، رجلي اتكسحت. اتكسحت ايه يا بنتي؟ هو احنا كملنا 10 دقايق ماشي، وبعدين نوصل لفين اصلا؟ هو احنا عارفين احنا رايحين فين؟ رايحين نجيب المكيف عشان نحلل بيه الميه. لا علشان نحلل بيه لقمه العيش، اسمه مكثف. انت صح. اهو شفتي؟ عموما خلينا ماشيين ورا بهيم افندي، هو اكيد عارف طريق شجره بتطرح مكيفات، يقطف لنا اتنين كدهوت يكونوا طازه ينفعوا يتعملوا مكثف ونرجع على طول، صح؟ اسمع يا استاذ بيرت بلس، بالربابه اللي انت لابسها دي، اياك وان انت تسخر من العلم، اللي بيسخر من العلم بيتسخط جرد. اني وانا صغير مره سخرت من العلم، بص حالي يا ابني. اللي بتقوله ده ضد العلم. اقعد انت كده، مش عاجبك اي حاجه وعمال تفتي في نظريه المكثف من اولها. بقول لك ايه، مش عاجبك روح انفخ المركب وانزل الميه. احنا اسفين يا بروفيسور عربي، هنسمع كلامك ونعمل اللي انت عايزه، بس قسما بالله لو طلعت النظريه بتاعتك دي اي كلام هناخدك انت نعملك مكثف. مش هينفع ابقى مكثف لاني بنفس. هنسدها لك يا حبيبي. وبالنسبه بقى لموضوع المركب، مش عايز حد يتكلم فيه تاني خالص، المركب ده مش هنلمسه حتى لو هنموت. ولا انا ساعتاب؟ لا يعني هو عندك حق، الواحد الصراحة يقول اللي له واللي عليه. يعني في حاجة يا نسعة تاب؟ لا هو الموضوع بسيط، كل ما هنالك ان الأستاذ فرج والأستاذ أيمن كانوا يحاولوا الله يا رب نايمين مرسرسين بالليل من البرد، جموا أخذوا مني المركبة يعني عشان يتغطوا بيه. برد ايه؟ يا بنت الدنيا امبارح كانت حر موت. المهم رجعوا لك المركب الصبح؟ لا ما أنا صحيت متأخر وحلمانه حلم وحش قوي بعيد عن السامعين. يعني حلمت قال ايه، ماشيه في اسوان في مركبه، والمركبه ناحيه السد العالي. وبعدين يا بت بطلي حوارات بقى، انت اديتيهم المركب عشان يهربوا يا غبيه. طب اله المركبه تخش بيا في السد العالي، انا ما اديتهمش حاجه. يخرب بيت الكذب يا بت، انا حاسس ان في نيزك هينزل يخسف بينا الارض بسبب كذبك ده. انت لسه قايله دلوقتي انك اديتيهم المركب. اديتهم المركب، ايه المشكله يعني لما اديلهم المركب؟ هو انت يا استاذ فاكر ان كل الناس خاينين؟ لازم يبقى عندك حسن الظنيه. اول ما نخش المايه يا جماعه اقعدوا انفخوا بالبتاع دي، ندخل ندخل على طول. يلا يا فرج. يلا يا ايمن باشا. ليه ليه مستحيل مستحيل اركب المركبه دي واهرب. ليه مستحيل ايه يا فرج؟ دي فكرتك انت. ليه انا مش خاين؟ انا استحال اخونا تاب وبلسم. ليه انت مش قلت انك عارف الطريق وان احنا كلنا هنهرب؟ ليه مش انا ده هو. هو مين؟ فرج، هو عز البلاوي يجبرني على حاجات انا مش عايز اعملها. ولا فرج ولا انصرف يا ولا، وبعت لنا المعلم فرج عشان نعرف نتفاهم معاه. استنى انت يا ايمن باشا، انا هتصرف.
وانا سامي يا جمال هات هتركب معانا المركب ورجليك فوق رقبتك. ليه؟ تعال اركب المركب دي وابقى خايم. انت من امتى يا اب بتقول لي ليه؟ من النهارده. من النهارده هقول لك ليه. هي موت ولا اكتر. انت بتنعم مع مين يا حاج؟ ده راجل مجنون، ده بيتكلم نفسه ده ولا بيتكلم الرمله ولا بيتكلم ايه؟ بقول لك ايه، سيبك منه ويلا احنا هنلحق ننبسط. ده انت تلاقيك مأجر اليخت دي بكد كده في الساعه. يلا خلينا نفرح. خلاص خلاص هسيبه يتخانق مع نفسه وتكي احنا على الله. يلا بينا. ليه ليه ما تعملوش كده؟ ليه انت بتخون الناس اللي قرعاكم؟ ليه ارجعوا ارجعوا؟ ليه عارفه كده؟ اهو ماشي وسابونا. انا هفرجك. هي حصلت فرج الضرب؟ بتضربني؟ طب يا عم انا ماشي مش شايفك. لا لا انا مش بكلمك. انت عامل نفسك مش سامعني؟ لا يا عم مش جاي لك. انت بتضربني يا سديد. انت بتعمل ايه يا فرج؟ لا لا هموتك. تضربني بالطوبة؟ ماشي انا هوريك. لا لا يا صفاك لا. انت هتنزل المية؟ اقفل عنك. مش عايز انزل. لا لا يا صفاك لا. اوه يا